من انفو لايف تي في مباشرة من القدس، معكم فراس حامد لأهم العناوين. رئيس الحكومة الإسرائيلي أهود أولمرت غادر صباح اليوم إسرائيل بطريقه إلى الولايات المتحدة إلى ماريلاند من أجل اللقاء في قمة أنابوليس. وصرح أولمرت قبل مغادرته إسرائيل بأن أنابوليس هي أساس من مفاوضات جدية ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين والوصول إلى برنامج سلام وحل شامل بين الطرفين. أما بما يتعلق في لبنان، فعلى خلفية التوتر السياسي القائم على انتخاب رئيس حكومة جديد لبنان ووزير خارجيتها طارق متري الذي يتواجد في الولايات المتحدة، قال بأن لبنان سوف تشترك في قمة أنابوليس وهو سوف يمثل الطرف اللبناني في هذه القمة التي لديها الكثير ما تتحدث به في هذه القمة المرتقبة. على خلفية قمة أنابوليس، تأهب كبير في الجيش الإسرائيلي بسبب تهديد حماس بالقيام بعمليات انتحارية واسعة النطاق، والقوات الإسرائيلية تدقق وتشدد على الأنفاق التي بنتها حماس بالقرب من معبر رفح بالقرب من قطاع غزة من أجل الوصول إلى إسرائيل والقيام بعمليات انتحارية. أما بما يتعلق في إيران، فالوزير الخارجية الإيراني تحدث البارحة أدميرال حبيبي سياري وقال بأن إيران وصلت إلى إنجاز كبير وهو مواسير التي توصل النفط والتي تولد الوقود، وهذا يعتبر إنجاز كبير من أجل الوصول إلى القنبلة النووية التي ما زالت إيران تهدد العالم بها في الآونة الأخيرة. الشرطة الإسرائيلية قررت يوم الجمعة بتحرير التوصيات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي أهود أولمرت بشأن التحقيق معه بقضية بنك لأومي. لذلك الحكومة قررت والشرطة بشكل خاص قررت عدم إدخال أولمرت في مأزق قبيل قمة أنابوليس بالذات. من إنفو لايف تي في كان معكم فراس حامد، إلى اللقاء. إنفو لايف تي في تقدم خدمة نوعية ونادرة، أخبار حية من إسرائيل في هاتفك الخلوي. إنفو لايف تي في تطلعك في الهاتف على الأحداث المهمة في الشرق الأوسط. الأخبار موجودة بأربع لغات: عربية، إنجليزية، فرنسية والإسبانية. للوصول للخدمة زوروا الموقع infolive.tv. إنفو لايف تي في المحطة التلفزيونية الأولى في الإنترنت، والتي تبث بأربع لغات، والتي تبث على مدار الساعة من قلب التاريخ ومن قلب الحدث، من منطقة الشرق الأوسط ومن إسرائيل. إنفو لايف تي في هي المحطة التلفزيونية الأولى. إنفو لايف تي في تتواجد في كل مكان وتبث على مدار الساعة وعلى مدار الأسبوع، تنقل لكم الأحداث بكاملها. إنفو لايف تي في.